فراح الشغل الشاغل هلأ لكل أم هي هم طبعا المدرسة قربت فتوح المدارس، وبين انه تبعته وبين انه توعي بسبب كورونا، فهذا هم بالنسبه الى اليوم. رح نحكي اكثر عن كيفيه ارسال رسائل التوعيه للاطفال، خاصه مع اقتراب العام الدراسي الجديد والاجراءات الوقائيه والحذر لاصابه الطلاب من فيروس كورونا. أكيد زينب، قد ما كان في وعي من الأساتذة والمعلمين وحتى على الكادر التدريسي كله، بيضل العبء الأكبر يمكن على الأسرة وكيف بتوعي أولادها وكيف بتنقل لهم الفكرة بدون ما يكون عندهم يمكن زينب حالة من الرعب، وبنفس الوقت بعيدا عن الاستهتار. دور الأسرة بتوعية أطفالهم وكيف فيهم يفوتوا على العام الدراسي الجديد بوعي كامل، خاصة أنه مثل ما بنعرف بآخر الدراسات الأطفال يمكن بنقلوا العدوى و ما بتأثروا فيها قد ما بينقلوها لغيرهم من الأشخاص. كل هاي المعلومات رح نحكي عنها أكثر وبالتفصيل مع الأختصاصية الاجتماعية رولا بريمو. بدنا نقول لك أكيد يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني كنا عم نحكي إنه هذا هم يعني صار فعلا، انه الام كيف بدها توعي ابنها، بدها تحذره تهيئه لجو المدرسه خاصه بظل وجود كورونا. لاي حد اليوم الطفل بيتاثر بعائلته يمكن بالتعليمات او الاوامر اللي ممكن تقول له اياها اليوم، واي حد ممكن يلتزم؟ هلا بالحقيقه انه اذا بده يكون توجيهنا للطفل كلاميا فالنتائج بدها تكون قليله، لحتى يكون توجيهنا للطفل له نتائج كبيره لازم تكون ممارستنا للحياه. هلا نحن الكورونا صار واقع عايشينه بكل الكون، بكل الكره الارضيه، وهلا منظمه الصحه العالميه عم بتحذر كمان من شيء جديد ممكن انه يكون موجود، معناتها نحن محتاجين لثقافه حياه جديده، يعني نحن مالنا محتاجين لجمال، نحن محتاجين لثقافة جديدة نعيشها، يعني بالبيت ثقافة التغسيل، ثقافة التعقيم، ثقافات كتير معينة نحن لازم نمارسها بقى وتصير جزء من حياتنا، يعني الكمامة عن جد لازم نتعود عليها، جربناها بفترة بالنادي الصيفي مع الأطفال الصغار وعن جد كتير عطت نتائج، يلي هي إنه الكادر يحط الكمامة مو الطفل. هلا الطفل هو ناقل بس الكبير هو اللي بده ينعدى، فاذا الكبير اخذ حذره فعلا كان التواصل كثير منيح. نحن تفاجئنا بين المعلمه وبين الطفل، بين المربيه وبين الطفل، فنحن بالبيت مسؤوليتنا كثير كبيره انه نحافظ على هالشيء. يعني الطفل دائما او الشاب، يعني حتى نحن ما عم نحكي بس عن الفئات العمريه الصغيره، نحن عندنا اعدادي وعندنا ثانوي، يعني لازم يشوف التزام اهله بالكمامه، لازم يشوف الالتزام بالتغسيل، لازم يشوف قنينة الكحول اللي دائما متواجدة بشكل مستمر لنعقم. في نقطة تانية، طبعا أنا ماني أخصائية تغذية، بس المفروض كمان حتى ثقافة الغذاء الصحي تكون موجودة طبعا. لأنه نحن اكتشفنا أنه كتير المناعة لها تأثير، فنحن المناعة ما لازم نعتاد أنه ناخدها كحبوب فيتامين، لازم تكون ضمن ثقافة حياتنا، اعتماد على الخضار على الفواكه، منع باتا، ما بعرف اذا بقدر اقول الشيبسات، العصائر العصائر اللي فيها اصبغه اللي فيها سكريات، المكافاه نمنعها تماما، اللي بتكون على شكل شوكولا او على شكل بسكوي او على شكل حلو. يعني انا بكافئ الولد بستيكرز، بكافئ الولد ممكن بتفاحه، بس نبتعد عن هي الثقافه تبع انه اذا عملت هالشغله انا رح اعطيك شوكولا، فهي هو بحسها سعاده كثير كبيره، معناتها الشوكولا هي مكافأة، معناتها هي الشغلة كتير مهمة. هلا أنا عم بحكي عن السكريات بشكل عام مو بس الشوكولا. اليوم يعني حسيت انه صعبتيها شوي، لانه اليوم ما فيني كافئ الولد بتفاحه، لا يعني لا كثير في اوقات في اولاد بحسوها عقوبه يمكن، لا ما ابدا. هلا شوفي بالحقيقه الطفل كثير الايحاء تبعنا هو اللي بيعطيه سعاده، يعني تخيلي مثلا انه انا داخله زياره لبيت فيه طفل، حذير شو في معي، انا اكون مثلا جايبت له تفاحتين وجزرتين، عن جد عم بحكي يعني وخيارتين، يمكن هي كمان تعود مثل ما منعود الطفل، تعود ومكافأة انه حذير انا شو جايبة معي، بينما وقت انا فوت حذير شو جايبة معي، وجايبة كيس فيه شيبس وفيه بسكويت، انا اوحيت له انه هي فعلا هي مكافأة.
ثقافه، فالطفل بياخذ كل شيء نحن بنعطيه، فنحن المسؤولين عن هي العاده انه تتحول لعاده بعدين. عن جد هي نقطه كثير مهمه انه نحن نعود الطفل بطريقه معينه ونكون قراب منه اوقات عمره ونخاطبه بلغة عقله يمكن. لا خاصة انه الطفل ذكي بلغة مهارته، بس لغة عقله الطفل كثير عقله كبير وكثير بيفهم. نعم هو طفل ذكي واكيد نحن ما فينا نضحك عليه بالنهاية أكيد. فلازم نكون قراب منه قدر الامكان. هلا بدنا نحكي عن هذا الموضوع بطريقة غير هيك، طريقة كيف بدنا نسقفه على الكورونا بدون ما نخوفه، لأنه الطفل مثل ما قلنا ذكي بيفهم بسرعة وبيستوعب، ما بدنا نخوفه، بدنا نخلي عنده هي الثقافة وهذا الوعي كيف. تمام، أول شيء طريقة الحوار، يعني أنا ما بدي أقرر إنه هلا بدي أحط ابني وبدي أحكي له عن الكورونا أو بدي أحكي له عن الإجراءات، لا، نحن ضمن أحاديثنا وممكن إنه تكون كثير غير مباشرة، يعني الطفل إذا هو قاعد عم بيلعب ونحن ككبار عم نحكي هو عم بيسمعنا تماما، ففينا نحن ككبار نقول إنه نحن بدنا نروح على المدرسة، بدنا نروح على الروضة، نحن دائما عم نغسل إيدينا، أنا قبل ما أروح على الشغل بغسل إيدي، أنا تكون بالسوق وبرجع بغسل ايدي، يعني يصير. هلا انا ما بميل كثير بالحقيقه للتوجيهات اللفظيه كلام. يعني بحس دائما انه الطفل كثير مو احساسه، هي الحقيقه الطفل بيتاثر من المشاهده، يعني ادخلي على الحمام وغسلي ايديك بشكل متكرر بقلدك ابنك، يعني مثل ما الصبي بيمسك شفره الحلاقه بيحاول انه يحلق، فنفس الشيء هو بقلد الافعال. تمام، فنحن بدنا نهيئ لهالشيء، مثل ما هلا مثلا بدنا نشتري الشنطة، بدنا نشتري الأغراض، نشتري مثلا أنينة المعقم، نجيب عبوة كبيرة ونعلمه إنه هو يعني نصرف جهد ووقت لحتى نورجيه إنه هدول الشغلات من أساسيات حياتنا. نعم. خلينا نحكي لك عن أي فئة عمرية صعبة يمكن إيصال إلى مثلا التعليمات أو التأثر بأفعال أو محيط الأسرة، لأنه بتعرفي يعني في أعمار صعب إنك تتعاملي معها أو توصلي للي بدك إياه. بدي اعتذر من حضرتك، هو ما في ولا عمر صعب، دائما وقت بتكون عم تتواصلي مع الطفل هذا امر واقع، يعني نحن هلا عم نحكي بشيء نظري. اختلاف مهارات طبعا، يعني نحن عندنا اهل ما عم يقدروا يتعاملوا مع اولادهم، هي كثير عم نشوفها، ما بدنا نكون بس عم ننظر، بدنا شيء واقعي. لا انا ما عم بقصد، يعني انا ما عم كون نظريه، بس انا بدل ما الا للام انه عندي وقلي له 1 2 3 عيشي معه هي القصه. عرفتي كيف؟ يعني الام ما بدها تقول انه مثلا نحن هلا عنا كورونا لازم، هلا كلمه كورونا ما في مانع انه تتكرر، هو بذهن الولد. يعني هي الام بتخاف من الكمامه، من التعقيم، من انه يعيرها لرفقاته، يعني هي حديث الامهات اليومي اللي عم حتى انه عم يشاركوا تماما، يعني كيف بدها توصل له هي الرساله انه يدير باله في اعمار ما كثير صغيره، يعني ما كثير بتنتبه على هالقصص. هلا يمكن الاعمار اللي تحت 6 سنين اساسا ما راح يلتزموا بكمامه، يعني هن طبيا قالوا دكاترة، انا ما يعني بتعدى على شغل غيري، بس هن قالوا انه تحت 6 سنين ما في داعي. هلا فوق 6 سنين ممكن انه نحكي مع الطفل، يعني طبعا فوق 6 سنين هو قادر يعرف انه الكمامه هي شغله شخصيه، وهو اساسا وقت بده يشيلها بده يحطها بكيس نايلون مغلق، وهو خارج المنزل ما لازم يشيلها، يعني بده يكون في تكرار وبده يكون في اسلوب لطيف، يعني نحن وقت بدنا نحكي مع ابننا بدنا نحسسه انه هذا الموضوع هو مشان انت ما تمرض، انا ما بدي اياك تمرض، انا بحبك، انا خايفه عليك، فانت احتفظ بهالشيء. مثلا تبادل اناني المي، هذول الكتل تبع المي كمان، انه لا نحن لازم نعود ابننا انه نحن ما بدنا نكون بخلا مع رفقاتنا، بس هذا الموضوع بينقل جراثيم. مثلا الضيافه، المشاركه بالاكل، دائما لازم يكون انه ماما نحن ما بنضيف الا اذا شغله مسكره، يعني مثلا معي بسكوي مسكر ممكن اني ضيف رفيقي، بس انا ما بضيف رفيقي من علبه الاكل المفتوحه يلي معي، انه شغلات ما انا مغلقه، يعني هدول ثقافه هالشغلات. لا في حوار وفيها كثير الام تحكي، بس هي الموضوع انه تحسسه انه مو اوامر، انه نحن ثقافه حياه. وامتى بتصير كل هالمواضيع ثقافه حياه؟ وقت بيكون في ممارسه مستمره، يعني نحن مو هلا رايحين على المدرسه في كورونا بدنا نعمل هيك، لا، نحن لازم تصير ثقافه حياتنا هيك،
انه كل يوم نذكر الولد، كل يوم نحن نحط الكمامه، كل يوم نعمل هالشغلات، فخلص بتصير جزء من حياته. وصدقيني انه الطفل بيلتزم اكثر بكثير مننا، لانه خلص اعطيتيه القانون مشي عليه، بس امتى بيخرق القانون؟ وقت بشوف الكبار عم يخرقوا. تمام. للاسف. تمام، خاصه انه الطفل بيكون قدوته الاولى يمكن امه، او اول أكيد. شخص هو بيقتدي فيها، كل ما شافها هي ملتزمه اكثر او عم بتحاول أكيد. قدامه تعلمه هي المهارات وهذا اسلوب الحياه اللي عم نحكي عنه، اكيد حيتبع هي الاسلوب. صح. بدون حتى نحن ما نتعب حالنا اذا بدنا أكيد. نقول هلا اذا بدنا نحكي عن ناحيه ثانيه، يمكن هي وجعك الام اليوم قد ما انا معلقه بابنها وخايفه عليه، وحتى ما بدها الطفل يصير ناقل العدوى، بيقولوا انه نحن خليه بالبيت بما انه بهذا العمر، مثلا اوقات 3 سنين هو بعمر روضه، ممكن يروح على الروضه 4 سنين حتى. فانت ما هي الفكره انه نحن بهذا العمر ممكن نحن نعلمه بالبيت او نستعيد عن الروضه، او حتى نكون على تواصل مع الروضه شو هي المهارات، او لا نحن اليوم لازم الطفل يبلش بمواجهه الحياه والخوض بهي الحياه لتهيئته واعداده للدخول للمدرسه. الحقيقة البيت أبدا ما بيقدر يعوض عن الروضة أبدا. الطفل بعد 24 شهر بيكون انفصل نفسيا ومعنويا كل شيء عن والدته، ببلش بقى بيكون شخصيته الاجتماعية. العمر من 24 شهر ل 36 شهر هذا كثير العمر المهم، صدقا انه اكثر من 60% من شخصيه الطفل بتتكون هون. هون ببلش التمرد، نحن كيف بنحوله لتمرد ايجابي. هون ببلش بيقول لا، هون ببلش بيكون حياته الاجتماعيه، اجى رفيقه اخذ له قلمه، كيف بده يتعلم انه يحكي مع رفيقه مشان ياخذ القلم. المدرسه ما هي كميه معلومات، هي مهارات، مهارات علميه، مهارات تنميه مهارات الطفل، المهارات الاجتماعيه اللي هي اهم شيء. بالبيت دائما بتنحل المشكله لمصلحه الطفل اذا كانت شغله بسيطه، وبشكل قاطع اذا كانت شغله رئيسيه. بس بالمدرسه بيتعود انه هو في كثير اولاد من عمره بده يتعلم كيف يعمل مفاوضات لحتى يصل للغرض. هلا انا كثير بشجع وكثير باكد انه الروضه ما في تناسق، يعني ما في مقارنه بينه وبين البيت. يعني حتى ولو كانت الام اخصائيه ومع احترامي لها وعم تعمل له كل الانشطه، وحتى لو عامله دوره مونتيسوري وعم تعمل له الانشطه، بس بيكون هو فقد الحياه الاجتماعيه والاطفال يلي من عمره، خاصه اذا كان طفل وحيد كمان. تمام، يعني بهالوقت عم بيكون الولد اكثر من فتره هو وحيد فيها. فلا انا اكيد بشجع، بس اكيد بطلب من الاهالي انه يتاكدوا انه المكان اللي حاطين ابنهم فيه هو عن جد عم بيراعي الاجراءات الصحيه الكامله، والام كمان بالبيت عم تدعم ابنها تثقيفيا بهذا الموضوع. بس ابدا مو صح انه يبقى الطفل بالبيت. نعم. يعني في كثير امهات حتى بالمرحله الابتدائيه عم بيخافوا، ابدا مو صح. نعم، نحن بنتشكرك كثير على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله هيك بيكون موسم دراسي خالي من الامراض يا رب. ان شاء الله. شكرا لك. العفو. أكيد شكرا لك مرة ثانية، وتحيتنا أكيد لكل الكادر التدريسي بكل الفئات العمرية، عن جد جهود جبارة، إن كان بالتثقيف وإن كان باستقبال العام الدراسي الجديد. للأهالي كمان نتمنى تكونوا على قدر المسؤولية والتوعية ثم التوعية لأطفالكم. شكرا لك. العفو.